السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم من جديد. معاكم أيمن نجار من قناة حقق حلمك. النهاردة إن شاء الله معانا إثبات السحب رقم 58 من موقع روبوت كاش. هندخل ونشوف هنعمل إثبات السحب إزاي، وإزاي هنعمل إيداع في الموقع، وناخد جولة سريعة في الموقع. انتظروني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم تاني، اهلا بكم. ندخل نشوف الموقع بتاعنا، موقع روبوت كاش. طبعا ده الموقع بتاعنا، عملنا منه 57 اثبات سحب، والنهارده هيكون اثبات السحب رقم 58. الموقع عبارة عن شراء روبوتات، وبعد كده بيبتدي ان هو يعدل لنا الروبل وبنسحبه على محفظة البير. هندخل دلوقتي نعمل تسجيل دخول للموقع علشان نعمل اثبات السحب رقم 58 من الموقع بتاعنا النهارده. زي ما انتم شايفين كده، انا معايا هنا في سحب الاموال 727، ومعايا في رصيد الشحن 2918. هنبتدي دلوقتي ندخل نعمل تجميع للحظيرة بتاعتنا علشان نشوف اثبات السحب بتاعنا النهاردة. هنبتدي نجمع الطاقة بتاعتنا، انا كنت مجمعها من حوالي ساعة. هنبتدي نجمع الطاقة بتاعتنا كلها، وبعد كده هنروح على السوق علشان نبيع الطاقة بتاعتنا. بعد كده هقول له بيع، هو معهم حوالي 52 روبل زي ما انت شايف كده. هنبتدي دلوقتي نروح نشوف، هنلاقي هنا انا معايا 780 روبل في رصيد السحب. دلوقتي في مكافأة في من الموقع بيدي 300% بالنسبة للي حابب ان هو يعمل ايداع في الموقع، هيعمل ايداع على مسؤوليته الشخصية. في هنا بونص اهو زي ما انت شايف، اي ايداع هتعمله هتاخد عليه 300% ارباح من الموقع. هنبتدي دلوقتي نعمل ايداع ب 100 روبل، وبعد كده نشوف السحب بتاعنا. انا هاجي هنا واكتب 100 روبل، طبعا المية دي انا هاخدها 400 روبل. لو بصيت هنا هتلاقي 2918، هنقول 2900. المية بتاعتنا احنا هناخدها 400 روبل زي ما انت شايف. هنكتب هنا 100 روبل، وبعد كده هنضغط هنا على الباير عشان يحولني على الباير واعمل الايداع بتاعي. الموقع كل فترة بيدي البونص ده، بونص جميل جدا، وبيساعدك ان انت تشتري من الموقع. هنيجي هنا ونضغط كونفيرم، هيبتدي ان هو يحولني على الباير عشان اكد له كمان مرة. طبعا احنا عارفين ان احنا بعد ما بنأكد اخر مرة الموقع بيعمل تسجيل خروج وبيطلع بره خالص. هنبتدي دلوقتي نعمل كونفيرم تاني، هيبتدي الموقع دلوقتي يطلع بره خالص، وبعد كده نعمل دخول تاني للموقع. ده شيء طبيعي في الموقع. طب ما طلعش، انا بقى معايا 400 اهو زي ما انت شايف. المية اللي انا حطيتها اداني هو 400 روبل زي ما انت شايف هنا اهو، تم التجديد بمبلغ 400 روبل. هندخل دلوقتي على الاثبات السحب بتاعنا علشان نشوف انا هسحب قد ايه. نيجي هنا ونضغط هنا على اثبات السحب او سحب الاموال زي ما انت شايف كده. ده هو واضح. هنيجي هنا على الباير ونأكد الباير، وننزل لتحت كده هنشوف، نكتب هنا الباير بتاعنا، وهنا نكتب مبلغ 760 مثلا، 760 روبل. هنيجي تحت، ننزل لتحت علشان نشوف اخر حاجة انا كنت سحبها من الموقع، 4541. ده اخر حاجة كنت سحبها من الموقع. نروح كده على الباير، اخر حاجة وصلاني هنا 158 روبل.
هنعمل ريفرش كده هنلاقي ادي ال 100 روبل اللي انا لسه دافعها في الموقع، تبقى دي اخر حاجه معانا ال 100 روبل. هنعمل تاني ريفرش مع بعض اخر حاجه ال 100، نرجع تاني على الموقع ونقول طلب دفع ونقول بسم الله. تم قبول الدفع بنجاح للمعالجه. لو نزلنا هنا هنلاقي ادي 760 روبل، وهنا تحت اخر حاجه ال 4500. هنروح دلوقتي ناخد جولة سريعة كده في الموقع. أول حاجة عندنا الإعدادات، والإعدادات دي مش هتلاقي فيها غير تغيير كلمة السر بتاعت الموقع والحساب الشخصي ده الصفحة الرئيسية بتاعتنا. وهنا مسابقة الإحالة، مسابقة الإحالة دي هتلاقي فيها الإحالات بتاعتنا كلها. قللوا المكافأة المرة دي من 35,000 روبل ل 13,400، ثلاثة بس هم اللي هيفوزوا. انا طبعا هنا في المركز السادس لسه ما وصلتش. ده بالنسبة لمسابقة الاحالة. رابط الاحالة هتلاقيه هنا في الاحالات، هتلاقي رابط الاحالة بتاعك، ممكن تاخده وتديه لاي صديق عشان يبتدي يسجل معاك وتدخل المسابقة. ده رابط الاحالة بتاعك، هتاخده وتديه لاي صديق وتعمل بيه شير على مواقع التواصل الاجتماعي، وهتاخد من الموقع 30% ارباح. هنروح دلوقتي على الحظيرة شفناها والسوق شفناه، هندخل على الروبوتات علشان نشوف الروبوتات اللي معانا والأسعار بتاعتها ايه. دي الروبوتات اللي معانا زي ما انت شايف كده، انا معايا 7 روبوتات هنا في الموقع. انا معايا الروبوت الاول ده ب149 روبل، وده بيديني روبل بوينت 40 في اليوم، وفي الشهر بيديني 42 روبل، وده معايا منه 60 قطعة. واحنا قلنا مش هنشتري من الروبوت ده تاني. الروبوت التاني ب449 روبل، وده بيديني في اليوم 4 روبل بوينت 80، وفي الشهر 144 روبل، وده معايا منه 16 روبوت. الروبوت التالت ده ب1299 روبل، وبيديني في اليوم 15 روبل، وفي الشهر 450 روبل، وده معايا منه 13 روبوت. والروبوت التالت ده ب3999 روبل، وبيديني 47 روبل في اليوم، وفي الشهر 1419. انا معايا دلوقتي حوالي 3318. هنحاول نشتري روبوت تاني من ابو 1299، هقول له شراء، هنبقى هنا 14. تمام كده بيقول لي اشتريت ريبوت. انا كده معايا لسه 2019، نشتري كمان ريبوت من ده عشان نبقى 15 ريبوت. كده بقيت 15 ريبوت من الريبوت ده، ومعايا 16 من ده، ومعايا 60 ريبوت من ده، ومعايا ريبوت واحد من الريبوت ده. انا كده بقى معايا حوالي 720 روبل. ننزل تحت كده 720، نشتري كمان واحد من ده عشان ابقى 17، نوصل للعشرين روبوت ونقف على كده. كده بقى معايا 271 روبل في الشراء. هنروح دلوقتي نشوف السحب بتاعنا وصل ولا ايه. هندخل هنا على سحب الاموال، هيفتح معانا الصفحة زي ما انت شايف كده. هنيجي هنا على الباير ونضغط عليه، بعد كده هننزل لتحت، هنلاقي ادي اكتمل الدفع بنجاح. 760 روبل وصلوا بنجاح على الباير. نروح على الباير، اخر حاجة المية هي زي ما انتم شايفين. هنعمل ريفرش كده مع بعض. انا وصلني بالظبط 752 روبل بوينت 48. ولو دخلنا هنا على اثبات السحب هتلاقي ادي اسم الموقع روبوت كاش، وهنا 752 روبل بوينت 84. ده كان اثبات السحب بتاعنا رقم 58 من الموقع. يا ريت لو الموقع ده عجبك ما تنسانيش باللايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.